السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير أحبتي ومتابعين قناة القاطع للأسماء. نقدم لكم اليوم معنى اسم ريمان وصفات حاملة الاسم. اسم ريمان هو اسم عربي يوحي برفعة الشأن، حيث أنه يعني المكان الشاهق أو شديد الارتفاع، ويشير إلى الطبيعة الخلابة، كما أنه اسم جبل عالي موجود في اليمن، ويمكن أن يؤخذ كمثنى لاسم ريم أي الغزال. في نهاية الفيديو أسأل الله سبحانه وتعالى لكم السلامة، الله يصلح الحال ويهدي البال لنا جميعا. كان معكم مقدم الحلقة حسام شاكر، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وانتظرونا في الفيديو القادم. قناة القاطع للأسماء، كل يوم فيديو جديد واسم جديد. تحياتي للجميع.